Ladies and gentlemen, your host for the 2023 annual December 24 fundraiser, please welcome to the stage Mia Latrice and Aisha Ghosh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم زد قدر خنوك داج سنة تيد خوم قدير خوم سلت ونقسو أتبرسو هم بيلا الله حجيس بكو يا هرد ديسمبر الفاو كو يا شئيشتي أبورا دينا مدابة لنا أي لاينا أي لايبنا بايتي قويتو ندوك سانا هوجي أورتي إي أمد ديسمبر كو يا هرد زقرقار نصورو خزاناج آن يا إدريسوا أيش أبدوش انتنا Assalamu alaikum, our distinguished guests, and welcome to our annual December 24 fundraiser. We'd like to thank each and every one for attending the event here today. Yet again, in 2023, we are grateful for the chance to be able to host our annual fundraiser. My name is Aisha Abdosh, along with Nia Idris, we will be your hosts for tonight. هوجي أمت إنجا بحلوف موش لي كتا خوم زت رخب خلنا لي اللهم جني لنا ألاي بعد زهاراتهم الله أمام بيدي جيو أزوك تصوم إي بعد بإناج بحي بيك زنارات مموت بزت لايو نهرقات دفن لهم الله سجنات صوم وبحيش ليو آمين واتي الحمد لله أخام أحد جايت هاي بهوجي أمت مترازنا فيز بتسباينا أخا خاتم تسيا له بايتي بي برنامج زنا ندخيت لي من أسول له هنا. We'd like to thank each and every one in attendance this year. To our usual audience who are currently traveling, we wish for your safe return, inshallah. To those who are no longer with us, we ask Allah to grant them the highest level of Jannah. Ameen. For those tuning in online from overseas, we thank you for your support. I would also like to thank our sponsors for the evening, Drupa Collection and Harari Bridal. Alhamdulillah for the opportunity to gather under one roof again and enjoy what this program has to offer together. هوجي أمت سيقرقارة أورتي لتب زاشنا لهو حرارياك سي متناسا تب تلياشو زال كشكشتياك وانتا هوجي أورتي تب تزيني بي نقرتياك دي جروا ألاي أيناكم حراري زي متناسا حالتاك بانتا يزوم أور كنت مشوغل بي تب زاشنا لهو قبقني لوخو هنا مويزو لي تب زاشنا ومحريرا ميقلتي بي مويزنا زالله قولي زي تقران بي قاسي عمر محمد يكفت لنا كود نقدم منافيرة هنا مدخيت البيم هوجي أمت حراري أشير داي حواز وتني إيكت كرسي ملاك قاسي أستاذ حمزة دلدل زي بوقوت نقرت يسيما نهلوة قد رخو بنتين با بهرزوم نبي الله إيسى عليه الصلاة والسلام حج إيرك إسا زيو ينكسال بي شخصنا أستاذ منير شاش تبزاش ودرسي كيسنام بيستنا حلوة كنت أزيو ذات ليم أمام بتت أنبو Our theme for this year's fundraiser is about the processes surrounding Harari weddings, the many things a person will encounter and learn when embarking on a journey to partake in a wedding. Our program for the night will consist of a narrative and many performances exploring on this theme that we have diligently prepared to showcase to you all. We will begin our night by listening to the recitation of the Holy Quran by our brother Umar Muhammad, after which the president of the Harari organization, Ustad Hamza Dudul, will deliver a speech. Following this, we will have a short lesson on our beloved Prophet Isa alayhi salatu wasalam, prepared by Ustad Munir Shash. Let us give them our undivided attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا صدق الله العلي العظيم الفاتحة Our dear distinguished guests, welcome to our fundraiser night.
Inshallah, I don't have to say in English much because I've got already too many translators in the table, inshallah. So you have to excuse me, I'm going to talk in Harari, inshallah. Barakallahu bikum, bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Zitonya galata zina gaz ilaya bordi, samiyu fatbilay zakanana. الله نه غلط نگبی ما متخیت البیم رسول دینا محمد علیه افضل الصلاة والتسلیم عزیبین جتونی صلاة و سلامت بربیو عزوک السوزو امتای سلی فرلو دال بیم الله امتای سلیو نجات مجلی و بایتی بی خوجی ییز سامت نلیو عربی اور کسوزوم تو کو زاخو کتا اسیگل نیو لی بجی حمد خانینا زیگل نبیو سببوم اس حد گرد کشو کلی حر مرگب ما کتم وشدال بانی مسلنیال یہ وقتی بے دین امرت بیم بجیح بلالو تیسین نبو دال وقتی انتا توک اوزا خوکتا نبی اللہ عیسیٰ وی نکسال بے یہ حراری ویتنی زنا مبیج بے والدائی سنا و مکیرہ لیلدال کدوا ازو کدالی اماش تسامت نبی دی بے دوزو حق زدینوم زیتا کتب یوکو کتا زوم حروف آشنما عزوك الصوم قرقارة يتخيش نزالوهم وقضو دليزو أمسي نبي نتحيب ريما عزو دل تام علاي يي قرقارة موج باني ومزناوتني وبحر نزوزو استوزو بي ديني أمري آدى أمري تاريخ سنة أمري والداي سنة حروف ناشفة دانا أرى كل زقاحة ليتا ما ييو قطبتا شاخو ما يي خيري وقلي مسامسي نما عزو بلالوت بيم والداي سنة ومكيرح زی فرق نیو، آخاچ، آواج و آزوکتا، حرکاچ، حد مخنبه یشی ولادی نبوده لی فرق نیو، کلیکدوم، انشاءالله تعالا یزی ولد ولد اسلام یوگا ولحد ما، اتیبتی گرگاره تاشو بودار، هدف به نارزگان نیو، ما کل آماتون کتابش کنارگا اول اینچ آواجی ویگل نیو، لکن آخاچ کوگرا بکل به زحتنا اجیزو، از زیاد انتبهت واقع روزالش. أزياش أنت وي كل وخ هو جدي بسامتنا ما هو جي كتباش خجرة دي بقوت قد قداي سنا زايو سنانو سمخ خجرة يي أمتلة أبزا شلونا آدب من لم دان إلزالو إمدونا لكن أصول دين ترى سنا ما حلف زاي أمت يي قارستو بدارو تحبر خجرة ما نيمدين لفركان من النار حدف سو حفظا يبو عادا وي لم تزال بإلزالو تحبر خجرة ما كتباشا گارزو سنبایی کرد آنین سمامی خم و کمی خانزو جواب میشل خو انشاءالله کتاب آشکار حی به سالو موتیل زارو این نارا حی به سالو موت بایدی میله حی است نکده موتو کتاب آش نکرا آخره لی نخش آزاناو ندلگری نفرکان بایدیم آخره بی نفر نزارو ندلگری نفرکان این زال به ازو تباشلونا ازو به کد عمتوم کتاب آش کنارا گرا یونیتی التاجروم احد نتی زارو من به أركبني كالحمل أرنج إن الدمير الزالبة أول آواي سنة وباباي سنة من إني بقرقارة تاشوما أحد جنكيو يفحطون نارو أحد دخانو قرا زيك ستشنجيوم يسبرو حل يي الزالبة يعني حلو فاشلونا أزو بيقدوم أخبجي حسين ناخباق قرا وقتي آيسا تكشو نسخ زوي مسلنيان لكن أزو بيقدوم كتباشكو قرا تعلمكو باباي سنة من إني بمكري آشو بيوما إحرزو بي خدعو يوما عزو حربي ويتماجو لفرقو الزالوم والدايسنا يي مسلي عربي عرونا النارا يي كل ما تم كل ملحنا ناشبه ذانا سبب من انت حتى ان الناج كاجب ذا الناج عدوا تاريخ زناو فيز بيت كشو زنا انت النقصة ناج ما يي يقصى الكل تتمسى كده عدوا تاريخ متتمسى ما يي سبب لبايتي دي بذالو زتولد والدايسنا يي اول بابايسنا ما ننتهيو ينس ما مبزح تكشو يوكو لتفرقو الديب يئينا الراش بييك الخانة قد النار ما الحمد لله توقو زاقو تيي أمتهم متناسا ويدين الزالو تباشونا متناسا من بي جي أسو الأسواء عاد بي منكت النار ينزالو انتا ما يي وقا زياج زالو ونباروتوا يي ويتجاج بو ما تكاس آواي سنة يئي ونقبوغ بي النار يتناسو وزنارو ميوكو ما يكيحرو قتل انتا إن شاء الله تعالى زيكارو أبو عاي سنة ليم حلوفي عشارو إلما آمناخ ما تو کوچک بوده یز گرم زاش نبیو سبب من اینتا جمعی دن لعده ی بردی لذو سبب زخارون ندی مرسه زریل بنا شیخ دن شیخ عبدالله الحراری
أحدد سامتو أمتاج خو سامتو أمتاج خو لغة خو بأتليم تدين أمريو بعد بحتك أتروت ينبرا خو ينزل يئنا مكنانا أتستنا النار أزو بإيغن ليو أزو بحر لي الله أزيليم سجن سوستيو لجزيو شيخ سنا شيخ عبد الرحمن شيخ بايتيم أستاذ عبد الرحمن بيتو قوداغو أزو إيه تايو لحدما إلى و الديني بردي كوتا زا شاج بي أحزون تا أزو كوتا أزو أستاذ نام خزال بباد بي سلام سوم غفرا يبوردخو ما زال خو أوقا بيزيك بلو آخر خو لي ديلاكو ويلزال انتا أزو كوتا زو بحرم شيخ محمد مهدي ما بين نزنب حل أزو ميقو لحدما إلى و الديني بردي لي سبب زيخاناش انتا وياج بلاي كلو غرب دي نقرقار زا شاج بجيح انتا يو ما سنان يذو أبو درام يخ إدي بي غلطة مقبأ لخشادانا أوركو السوزوم أو عياج كل سام بيتك زنب زال خاشمة أي شكل خشنة كذا مرحبا إناشو محلنا بايتي بي إي والداشو إناش بحيرا دي زبورد خاش اللهم قال إلاخ أزوك السوزوم يعني زر رساء الشيحة النار قرى إي فندرايزين زانا سامت بحد قرمتين سامتانا ملتا أمت جميو مدرسة بيخني سامت نبي التايبة أي ندابل بزانا التايبة جمعية زولي نفع حليل ما بجيح دينت جيو نجين بازان أوجا بي زل نية أبي ذلك زالش بجيح حلو سمزي علو بخ بجيح أنت ويكيك ليه فرقم يخ لكن اللهم جن جمعية سم ببيت خشاخ أزوك صدوم إن شاء الله تعالى آخر بيم بيت خشاخ حلنا رجرا يي أورتيو ندي ندي مدي يخوزو أخي يي أورتي علو بسانا نجرا محل خو تاج بوزاخون ده ملة محل خو تاج أخو آخر أمر اللي نفل حد بيت ما صدق ذو الجارية يخل خو كده أحشي نشيخ لبازانا أحشي ناش بازانا الزوت اللي ما أنت زفيرني خو صادو يين تأبزي تقوم زي شكونتهم ندي ندي نية خو صادو فيز به تسعة سالين ده الله تاج بوزاخون تاج جميع بمحقني لخو سواب به الزوك سا زر رسائج موت بزلايوناج حلو أزياج أبو حي سناهم أور كتصدو كرة بزلايوناج فتح فكيهيناج أزياجهم الرسائي وي الربي بجيحشي يعني قرقار ذا شاشن تايو ألا يشوم حلو أزو كرة بزموت ربايتي كيك الخو أزو كتاي خستامين الله سجن نسويس تايو مزيك أراج كلهم إن شاء الله فاتحة بالرسائي آخر سناني مقوفة لي بقدلي أحد كل زنام مستدو زو زموت بناج أبو حيسنا أزو كتا أخاء فلسطين بيخون بزار شي غزة بتراخو ظلميو أزو الله رفع ياش ليوكتا ييني إن شاء الله تعالى فاتحة الكريمة أن تخيطل ذا الأراو برنامج زيو تبزاشاج در ماي سنري أورك صدوم كويا حرسة دلاغة بزاناج حلو بنتي لقداخو يي دلاغة هوجي تلوزاخو كوزت واقراو تب موش ديقلو هوجي ملتا أمد يي أمد علي محمد التقر علي عبد الواسيء بي إيكاد نت بي أزو بيكادون كلو أمتاجوم إيكاد كلمالاحو كدا إيه ياشو زنارو كل زيوم قرقارة داشو أجمعهم أحد زيوم ذلك ربي هراري أشير داي حواز ويتني سنبه اللهم قان إليما إن شاء الله تعالى زاني وكد فاتحة ونكرمة عن الرزو الزياج لي حد حق بارك الله بكم مستزو أحد الفاتحة ونكرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بارك الله بكم إن شاء الله ذكر أورتيو درماج من حق داما مسند خاتلانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. All praise is due to Allah. We thank Allah for His graciousness and ask Him to guide us and forgive us. Brothers and sisters in Islam, I urge you all, as I urge myself, to obey Allah by performing the obligations and avoiding the prohibitions, and to follow the path of His Honorable Messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah is the creator of all things, and He is the one who manages all of the creations. Therefore, one has to testify the denial of the status of Godhood to other than Allah and to affirm the status of Godhood to Allah, along with believing in the prophethood of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. We as Muslims must believe in all the prophets that Allah has sent before Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam,
and this includes Prophet Isa, Jesus alayhi salam. Allah sent Prophet Isa as the messenger before Prophet Muhammad. He was one of the five best messengers of Allah, called Ulul Azm, those with the highest status who were the most patient. Isa alayhi salam was the son of Maryam, the daughter of Imran, from the sons of Israel. Prophet Isa, as all the prophets, was truthful in what he conveyed from Allah. And although today we follow the Sharia of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Muslims respect, love, and believe in Isa and in his prophethood. Ibn Jarir and others narrated that one day Maryam ran out of water. She asked her cousin Yusuf, the son of Ya'qub, to go with her to get some. But he declined, saying he had his sufficiency for that day. So Maryam went to fetch water alone. There she found Jibreel alayhi salam, whom Allah had sent to her in the shape of a man. Thinking he was a human who might harm her, she asked refuge with Allah from him. Jibreel told her, "I am the messenger of your Lord. I was sent to give you a pious child who is pure from sins." Maryam told him, "How would I have a son when I have no husband? I am certainly not an adulteress or a fornicator." Jibreel told her, "Creating a son without a father is an easy matter to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will make him a sign to the people and an indication of his power. He will send him as a mercy from him and an endowment to anyone that follows him and believes in him. Creating him is a matter Allah willed and destined, so it will not be blocked or changed." Jibreel blew the soul of Isa into Maryam, and Isa's soul entered into her womb. Maryam became pregnant with Isa alayhi salam, and 40 days after giving birth to Isa, Maryam carried him back to her people. They accused her of having fornicated, and in response, Maryam pointed to her son, wanting the people to address him. They were angered by this gesture and thought that she was mocking them by asking them to speak with a 40-day-old baby. Indeed, Isa alayhi salam spoke by the will of Allah, what means, as mentioned in the Quran, "I am a slave of Allah. He will reveal the book to me and make me a prophet, and I shall be blessed wherever I am. In the rules that will be revealed to me, there will be a special attention given to prayers and zakah. Allah predestined that I will be kind to my mother and not a tyrant with a bad ending. Peace was on me the day I was born. Peace will be on me on the day I will die, and on the day I am raised alive again." We ask Allah to assemble us with the prophets in the hereafter and to gather us with the prophets in the highest levels of paradise. Another topic that I will talk about pertains to donation, more specifically, donating for the sake of Allah. Sincere charity is a proof of one's strong reliance on Allah. Our best role model, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, was known for his immense generosity and kindness and open-handedness for the sake of Allah. The Prophet alayhi salatu wasalam said what means, "Protect yourself from the torture of hellfire, even if by donating a part of a date." This hadith of the Prophet alayhi salatu wasalam indicates that donating a portion of your money for Allah's sake only is rewardable, and it might be a reason for you to be protected from the torture of hellfire. The Prophet mentioned a part of a date to inform us that if one donated something very small, even though it might seem insignificant to others, by doing this, Allah might protect this person from hellfire by forgiving his sins and enabling him to enter paradise. There are many other proofs in the verses of the Holy Quran and sayings of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam that encourages one to donate his money for the sake of Allah and to spread his money in ways of goodness. The Prophet alayhi salatu wasallam said what means, "Sincere charity extinguishes sins as water extinguishes fire." Allah, also the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said what means, "Allah will grant seven types of believers the comfort of being under the shade of the Arsh on the Day of Judgment, a day where no other shade is available but the shade of the Arsh. And amongst those types
are the ones who donate in sincerity and do so secretly. He donates seeking Allah's reward and acceptance only, without informing anyone, and does not do so to be praised by people. Scholars of Islam also said, Allah the Exalted blesses the money of the one who donates the sadaqah, permissible donation, from halal, lawful sources for the sake of Allah, seeking His reward. So in the end, we ask Allah to make us among those who perform what is accepted by Him and refrain from what is not, and to be amongst the winners on the Day of Judgment. Ameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله قدر ما تبيجوا كل شيء موشى ليفراكوت زال قويتا نبي الله آدم أو أي بلاز خلق نبي الله عيسى أو بلاي مخلق مسامل نبي الله عيسى صلاة وسلامة ينبر بيوى آيزيو مريم بنت عمران انتي إن آي مريم كل الله فري مسلم إدو شاج بي زيتونو قافي زيتيونتو قويت سبحانه وتعالى قرآن بي إيدنا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يي آية بي ملائكة تاج مريمي الله زمال حشمة قدرة وزستش زتون يشمام كل يدو تاج بيم زمال حش تشباي نبي الله عيسى صلاة وسلامة ينبر بي ومت ولزيو أحد أيامات إناي مريم بيم أديج لزليتو سا قويت سبحانه وتعالى زغفر يو ملائكة جبريل لجوال دمسوي برو حريز ملائكة تاج لجوالدي مسويبي يارزال أستبلاي مرض تساش زال لجوالدي مسوي خون ميدي جالو ملائكة تاج أبوشم التيوم إندوشم التيوم يول ميلوم إساشم ميلوم إدلقاو ميلوم إيو ميلوم إتوالد ميلوم إتناسو ميلوم قويتا قدر متبيجاوا نور بزي خلق ايو غافياش سونت ايو حلق زيوم الله بلاي يو قيوم ايو قوات زي مريو جميوم ياش سالاش ما دل حبيم زي دل حيم زي ترخب باياش انت ايو الله سبحانه وتعالى قرآن بأيدينا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون احريزو إناي مريم جبريل بني آدم مسألة يوما دينبتما روحك ومزايو الله سبحانه وتعالى قرآن بأيدينا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا الله تفرزاخ خان خجرة درر بلك متلبن بايوما يقسوا درر زي بورد بيكوتا الله بمجن بايوما الله توقسو جبريل عليه السلام إن مريم زايو قرآن بي قويتا قدر ما تبيجا واتوكينا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا آن ملائكة تن الله زي كفره ولخصون تن أخاش لي الله فري زيتا الله فري زيتا ما دل حبيم زيتي حارة والديو ترخ بكوتا زيد غفر خون تنباي إن مريم عليها السلام قرآن بي قوات سبحانه وتعالى زيدين كت
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا حرينا مريم مكت بيخ والدي نبرنجال أبو چم إيلنيوم الله بمغنوا بازايو ملتنيوم أوغوسو ملتنيوم بايو جبريل عليه السلام إناي مريم زدنك أيو أمر فتم بي جواب آشليو الله قدر ما تبي جواب أو بلاي مخلقه أو بلاي مخلقكم يفرق زالو ملتا بايو أسوء والداش لي غويتا كملت فراكوسو كملت فراكوسو مقناتي خن زالين تباي الله قدر ما تبي جوا رحمة زوبة أسوء والدلة يكف رازال انت زمان بأمام زد كيتلو لي رحمة لي إلى خازال انت الله سبحانه وتعالى مدخلك زو تقدير زاشيو انت الله يخني زايو يناو تازال إلوم جبريل عليه السلام نبي الله عيسى رحزيو مريم بنفح بيو إناي مريم صلاة وسلامت ينبر بيو عيسى وكرسي بطور إناي مريم عليها السلام نبي الله عيسى وإسولدو بحر نبي الله عيسى وطوروما وسؤاش دي دي حارو جرقبو وسؤاش دي يوم زلتا وآشي زلنسشي بي ولشي بايتي بي ردي وآردوي إناي مريم عليها السلام زيسين نكتل الله لي نزري زبوناتو إشارة بأتي وكيو زتبقوا يوما زتبقى بيوسى قويت القرآن بزايد زيد نكت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا زطورو والدي زيو كفوان أكناوي الزو السان بايتيو إشارة بي أكناوي وسواج سيوم مسكتاش بنحت عمر زو 40 أيام زيت والدي نسان ناكوت تكننا حتبايو الله قدر ما تبي جوا عيسى عليه السلام يسين نكوت آشيو قويت سبحانه وتعالى سورة مريم بزيدي نكوت قال إني عبد الله ندين ندي زايو آن الله لقاف تنبايو الله زي خلقيو الله قاف زي تيونتو التيوكو يا بحر ساسة أمد زخان يوسى قويت سبحانه وتعالى نبينته ستيو ما حجيس شرع بحديجو نبي الله عيسى زحارو وزخيجو التايب قويت سبحانه وتعالى اللهم اتزو عبادة يا شكوتا نبي الله عيسى عليه السلام زحارب التايوا زخيج التايب جمع به الله سبحانه وتعالى مت عبادة يا شكوتا وسؤاتو يتيق النار أزوك الصوم يتليم دمام أزوك الصوم يتليم دون النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته respect, live, accept by His will. He
قلبي مفارحتي ويار زال جتناسا وحرري لجوا حرري قهت سيو نبريو دفدف يلي زالوا يا قارد زالوا مسمن برتزيو لأساس يكون زالوا الشيء عاش لمدو كل زنام يي زيارو نزال بالطبيق نفاقوت زال درسي نلمدي بقزمان زنانتا أمام بتي تينا بنا نتهي بروهمنا Finally, the youth have prepared a theatrical piece that highlights the theme beautifully.
through a touching narrative of a young Harari man and woman navigating the world of marriage and learning some important lessons about having a strong relationship, we hope that we can all take valuable lessons from this. Our team have worked tirelessly, day and night, to be able to now present this piece to you. Please sit back and enjoy. And that's right, there's barakah in marriage. In loving for the sake of Allah, Allah will facilitate for you what is written for me. Yeah, I get that, baby. It's just, I want to give him the love, and I don't have that yet to give. I'm honestly thinking he might be interested. He better make it interested. Look, I've waited so long, how much longer should I wait? If he makes me wait any longer, just confront him about it, I ask. No way. No way. Exactly. Remember, if you want to, you would. If not, just find a better man. I disagree with that. If you keep thinking both of you guys, listen, I like him and I want this to work. Maybe I'll just talk to him and see what he says out. Alright, don't say that for me. Out of all these guys, why anyway? There's no way I'm answering that. Oh wait, you can do this? I mean, if you like him, this might just be easy for you, right? Well, I like him, but it's not like that. You know I love you, Hayat, and that anyone wants best for you. Inshallah, if you wake up and see you again. I'm good. My name is Hannah. Last year, we did a lot of bad things with a busy thing for me. I'm not as hard. You probably don't have to go about it anyways, but I'm going to ask how you do. Oh, you know, busy is the top. And then sometimes all that is good for you. You think you're funny, eh? I mean, I can see you smiling, so yeah. Honestly, though, I've been good. The job comes in and whatnot. Now that I'm ready, looking really back at myself and some of these places. Hope that works out for you, inshallah. Yeah, inshallah. So, what's next? I'll take in the job. Huh? What do you mean? Like a promotion or something? Come on, you're too busy. Can I have some mercy? Oh, that's it. You've already found out this thing. Why do you want to know? I'm trying to hit up something. Please, can we pick you up? Alright, relax. It's late. Wait, I sang a word or something? Nah, I didn't say that. Are you trying to hit up something? It depends. What are you looking for? You know, someone eligible, honest, and alive. Alive? In what sense? Someone I can trust in my life. He has to have a second job as well. You're right, let's backtrack. Are you getting around with the money? Nah, as long as you can provide for me, I'll keep loudly happy. And a trip with you, he won't be too bad. Inshallah, you find that bad. Inshallah. And highness is also really important. Though you keep loudly, you're around and says a lot. What about you? What are you looking for in the moment? I'll have to say kindness for sure. Obviously, kindness and dependence are important. He knows all. But, yeah, inshallah, I'll go deal with you. Bye, Grandpa. I guess you're a grandmother, huh? Well, I've got to get going. The guys are waiting. Let me shake you, yeah? Hi, Peter.
حكي ترى ومي في مسدش فحكي مبكر ما كنتي من ثلاثة ما بطاق من فتحة يجيجي مدرسة حتى ما تقرأت كيف هاي من صفحة دور موش تقرأت إيه ولكن عاي موش تقرأت هي كانت وقتي وصار صدوك كوية هرسة تبين زيبي تشوفي زاد كان أمي موش تقرأت هي كوصار عاي موش تقرأت هي كوصار عاي موش تقرأت وقت يجيجي مزيني زو وقت زين خانسة كان أمي صدوك وكم كم كشي بيجيجي هاي كان أمي يتين زدن الله بيجيجي أهم وقت رمضان قال لي أنا نشكره وسلم بس خانة من أين أمر سيس ليش؟ قال لي في الزلال بوشمع أو سمع جنبير في الزلال خانة أعلم من سيسا بوشمع أعلم من سيسا بوشمع مهندسة أو دكتور سيسا أو مهندسة حتى أجل من معنى من البيت حسيت وما جدني إلا فخاشو ميتة دي ما أحبا عني سباتي إزاي لدين زالة إزاي لدين في نزودة دي ما نزادة سيد أخشى جيرون زين بيمن ودى دي كروني بدعك إزاي لدين زي أبد ناشد إيه ملوفاش محلكم أمان شد ولكن الله زادة تقلوة أحبا هاي أبرفو حياة؟ نايد، سهلة كبير نايد حياة أعلى شكراً ونبأه وآدم بين الماء والطين ونوه بذكره في الأولين كما شرف بقدره في الآخرين Ta-da!
comfort zone, that's why. Amen. Amen. Yes, you keep talking, come on, Bello. Get at home, come on, Bello. شكرا استاذ وأهلا ان شاء الله تيجي شافكم بيا جمعة كذي احكي لما بتجيني بالبيت عادوا بيجوا يي عادوا وداش حلو كلا صباح خاخاش أكو استاذ هلا تعمل ممكن تلعب أمان وانتي بس أمان وسنتا استاذ الحمد لله كل شيء تم شاشة ما شاء الله تقريب حدا إلى أمام هذا أخاش مزوزاتك حتى ما هذا ألعين كورفتي إلى أمام هذا ما شاء الله كل شيء كامل لكم لكن أخاك زيادة تستي بس نبرا بكوت يا شخو زاد زيكي يا شخو إتقاكو زاد أحد شيء شو كنش من تنسو من تنسو أتبو شو منو إتقاب زاد دينكو أمرد كل شيء مزوبة السائل إيجابي كلنا يا مامنا مع مامو رحمته كل حاجة زاشو الله لنا زارو وسودادو سعر كل شيء أبي لنا We are gathered here today to rejoice in the nikah of our brother Rami and our sister Hayat. May Allah fill their marriage with blessings. I wish to see this encourage the rest of the youth to seek to get married. Advice from me to the youth. For one to get married, it is encouraged in Islam. And if he wants to choose a spouse, he should choose someone that will help him in the hereafter. Someone whose goal is to reach paradise in the end. As the Prophet ﷺ advised us, he should only look to her wealth, her status, or her beauty. Instead, look at her deen, her religion. Is she someone that helps you in your path to paradise? Someone that pushes you and encourages you to do the good deeds? Then she is someone you should look to. From me to the youth, one brother to another. Do not fear poverty. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who gives sustenance to whomever he wills. If he gives you sustenance, no one can take that sustenance from you. No one should be fearing and saying, I do not have a house yet or I do not have a car yet. Instead, perform the rewardable act of getting married. And inshallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will facilitate these things for you. May Allah subhanahu wa ta'ala grant those that are not married to get married yet. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant those that are married to have children. Barakallahu feekum wa ahsanallahu ilaykum. Let us celebrate the nikah. Let us celebrate the nikah of our brother Rami and our sister Hayat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بينما سويت أصبع عيني أحناك الأجوال الحمد لله الحمد لله هجيو يبيك أكزار السنان من الله طب تاشينا أوه إيه هذا السنان أوفي إيه أتريسا الشيخة وقامل بيت حق أزار كنت إنجليزي سنان قوم ميتك سويتها مرحبا أعوى أوفي إيه أبو شريكا هو جيتس يا عمان لكن هذا السنان أتريسا إن شاء الله يبهر لي وداتو من أمنخان أخاكم حياتهم مصر هذا أخو بير فيك مخدها البطول هذا أخو على طبق مجر وداتكم هذا السنان بقومة يبهر لي من تمسك لكن هل السنان هو أتبقوا يبان بيوكا إنجل السنان هو يتخيشا لكن مرينا شعبا التبت إزام وصا حر الاسنان هو السانة الله
خلاص أمي أحلام أسر صلاة الله أسجد فقرة كما أسر صلاة الكل بسجد ما إن شاء الله في الجنة إن شاء الله إن شاء الله Thank you.
slightly mature. Maybe you can find a time to message you. 8 hours is a bit much, but still. A bit much? 8 hours? Do you need to ignore you? Why would you do that? I don't know. Maybe you need to be up front and... Yeah.
Oh,
هاي ولدت بالبوت وقال أبو من يروسي ديجرا الله يبارك وزي باكسنا مدخلت البيت در ماكسنا يروسي زار مديه يسيمنا هروا حياتي جينا بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا Oh.
محمد